إذن مباشرة إلى سركيس نزار محلل الأسواق العالمية في مجموعة إيكويتي جروب، أهلا وسهلا بك معنا سركيس. ويعني كما تعلم الآن عدسات التلفاز الأنظار تتجه صوب 10 داون ستريت، رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون في أزمة حقيقية هذه المرة. كيف يتحرك الإسرائيليين في خضم هذه الأزمة، وإلى أي مدى انعكاسات وترددات ما يحدث في بريطانيا على المحيط الأوروبي المضطرب؟ نهاركم سعيد. بالفعل نشهد حالة من التوترات السياسية في بريطانيا مع ترقب كبير لتصريحات من رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بعدما تعرض إلى مواجهات كبيرة ومطالبات بتقديم استقالته، بينما هو يحاول أن يبقى في منصبه. لكن العديد من الوزراء، حوالي 50 وزير، قدموا استقالاتهم، وهذه ضغوط أخرى يقع فيها بوريس جونسون لتقديم استقالته. الجنيه الاسترليني شهد يوم أمس انخفاض ملموس مقابل الدولار الأمريكي. شفنا الجنيه الاسترليني يتداول في مستويات عند دولار و18 سنتا أمريكي، بانخفاض كبير من مستويات ما قبل الأزمة والتوترات السياسية عندما كان في مستويات حول دولار و22 سنت أمريكي. ومن هنا نلاحظ والاقتصاد هو سياسة وهما مترابطان بشكل كبير. وعندما نتحدث عن توترات سياسية حاليا في بريطانيا، هنا يتزايد القلق بشكل كبير على اقتصاد المملكة المتحدة الذي في الأصل هو يعاني من تباطؤ اقتصادي قوي. ارتفاعات هائلة في معدلات التضخم وصلت إلى 9.1%، يرافقها أيضا إشارات تدلني بأن اقتصاد المملكة المتحدة متوجه على الأرجح لانكسار المملكة المتحدة في ركود. وبالتالي هذه الأزمة السياسية لها تأثيرات معاكسة، وتعتبر أيضا هي رياح معاكسة للاقتصاد الذي يشهد صعوبات بفعل التوترات الجيوسياسية شرق أوروبا. وهذا أيضا ما قد يزيد المشاكل التجارية، المشاكل الاقتصادية على أوروبا بشكل كامل. هذه الضغوطات الإجمالية قد تبقي أيضا الضغط الهابط على الجنيه الإسترليني حتى نشهد تغيرات ومزيد من الإيضاحات حول مستقبل بريطانيا السياسي، أخذين أيضا بعين الاعتبار بأن الجنيه الإسترليني يتأثر بقوة الدولار الأمريكي نفسه. فهنا أصبحت القوة مضاعفة على الجنيه مقابل الدولار الذي وصل إلى أدنى مستويات له منذ شهر مارس عام 2020. نعم، على كل، نحن في انتظار بوريس جونسون بطبيعة الحال، وما إذا كان سينسحب من المشهد السياسي في بريطانيا، وبعد ذلك لكل حادث حديث، ونقف على تأثيرات كل ذلك. الاسترليني في أدنى مستوياته أمام الدولار في عامين جراء هذا الاضطراب السياسي والزلزال السياسي في العاصمة البريطانية لندن. سركيس، دعنا ننتقل إلى الضفة الأخرى، إلى الولايات المتحدة الأمريكية التي تكافح لمواجهة التضخم ومجابهته، والآلية الوحيدة المرفوعة تجاه هذه الأزمة هي رفع معدلات الفائدة. لكن كما تعلم في المقابل، رفع معدلات الفائدة يبطئ النمو. إذن أمريكا بين هذين التحديين الكبيرين الماثلين أمامها، إلى أي مدى هي معرضة لركود ينكره صناع القرار الاقتصادي في أمريكا وربما يشير إليه كثير من المراقبين؟ الآن ينتظر الاقتصاديون إعلان ركود اقتصادي تقني في الولايات المتحدة، لكن الأخبار السيئة التي أود الآن أن أشير إليها هي أن الولايات المتحدة الآن في ركود. لا أستبعد أبدا أن يكون الاقتصاد قد انكمش خلال الربع الثاني من هذه السنة، وكما نعلم من خلال الربع الأول بواقع 1.6%. لكن أيضا سأنظر إلى تعريف الركود الاقتصادي بحسب وجهة صندوق ريف الركود، بحسب ما يرى البنك الدولي. الركود الاقتصادي هو انخفاض في الدخل الحقيقي لمتوسط الدخل في المواطنين في كل العالم. ما نشهده الآن في الولايات المتحدة من تراجع اقتصادي وتباطؤ. وآخر البيانات الاقتصادية التي صدرت بحسب مؤشر ISM لقطاع الصناعات التحويلية وكذلك قطاع الخدمات، أظهرت انخفاض أداء هذه القطاعات إلى أدنى مستوى منذ ذروة جائحة كورونا عام 2020. أيضا الارتفاع الكبير في مؤشرات أسعار المستهلكين التي وصل إلى 8.6%، هذا كله يعطينا تأكيد بأن
الاقتصاد الأمريكي الآن في ركود بحسب تعريف البنك الدولي وصندوق النقد الدولي للركود الاقتصادي. من ناحية رفع الفائدة للسيطرة على الأسعار، الفيدرالي الأمريكي نفسه بحسب ما أظهر لنا محضر اجتماع الفيدرالي الأمريكي يوم أمس أصبح يتوقع أن يمتد التضخم لفترات زمنية طويلة. هذا الارتفاع في التضخم قد يجبر الفيدرالي على المزيد من رفعات الفائدة. مزيد من رفع الفائدة يعني مزيد من التباطؤ الاقتصادي، مزيد من الانكماش، وبالتالي أعتقد بأن ذلك سيضر بالاقتصاد الأمريكي. نعم، ولكن في المقابل ذلك يفيد الدولار الورقة الخضراء التي تسجل ارتفاعات متتالية مستفيدة من ربما من حتى تكهنات وتوقعات رفع معدلات الفائدة. سؤالي، قوة الدولار إلى أي مدى هي مؤثرة على الاقتصاد؟ الآن ارتفاع الدولار الأمريكي له جانبين في الوقت الراهن. لو الارتفاع الكبير في أسعار السلع المستوردة قد يكون ارتفاع الدولار مفيد في هذه الناحية، التدفقات النقدية اللازمة للحصول على نفس الكميات من السلع المستوردة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، فهنا أجد بأن بعض التأثيرات الإيجابية. لكن استمرار ارتفاع الدولار الأمريكي وتواجده عند مستويات مرتفعة جدا قد يفقد الولايات المتحدة ميزة تجارية، وبالتالي قد يؤثر وبشكل كبير على الميزان التجاري الذي ننتظر هذا اليوم بياناته. يعني احنا اليوم عم ننتظر بيانات الميزان التجاري للولايات المتحدة التابعة لشهر مايو الماضي، والتوقعات بأن ينخفض العجز قليلا لكن ليبقى مرتفع جدا عند 85 مليار دولار أمريكي. إذا استمر ارتفاع الدولار الأمريكي فترات مطولة من الزمن، هنا قد يكون تأثيره سلبي جدا على الاقتصاد الأمريكي، خصوصا وأن ارتفاعات الدولار التي أوصلته لأعلى مستوى مقابل سلة العملات الرئيسية منذ عام 2002 حصلت بشكل سريع جدا. والتحركات السريعة بأسعار العملة مضرة جدا. آخر ما شاهدناه عندما ارتفع الروبل الروسي، توجهت روسيا لإيجاد حلول لارتفاع الروبل الروسي، وكذلك في الولايات المتحدة استمرار ارتفاع الدولار قد يكون إيجابي إذا أخذنا بعين الاعتبار ارتفاع السلع المستوردة، لكن بشكل عام استمرار هذا الارتفاع سيكون سلبي على الاقتصاد الأمريكي أيضا. جيد سركيس، في المقابل الذهب يعني بالأمس في أدنى مستوياته هذا العام، والذهب محاط بكثير من المتغيرات، قوة الدولار من جهة، انزلاق العالم ربما إلى ركود من جهة أخرى، معدلات التضخم العالية. وسط هذه المخاوف كيف هي حركة المعدن الأصفر؟ الآن الذهب يتأثر في عديد من القوى السلبية والتي دفعته للانخفاض يوم أمس إلى مستوى 1732 دولار للأونصة الواحدة، وهي أدنى مستويات لهذه السنة. أولا توقعات رفع الفائدة. رفع الفائدة يجعل المستثمرين يتوجهون إلى الودائع المصرفية، يتوجهون إلى السندات، فتوقعات رفع الفائدة تضر بأسعار المعدن الثمين. إلى جانب ذلك هنالك أيضا التباطؤ الاقتصادي ومخاوف الركود تدفع المتداولين للبحث على أصول أكثر أمانا من الذهب. نحن نعلم بأن أسعار الذهب أسعار معومة بحسب الطلب والعرض، لذلك إذا أراد المستثمرون أصولا أكثر أماما أيضا سيتوجهون إلى النقد كبديل عن الذهب. وأخيرا أذكر هنا ارتفاع الدولار الأمريكي. أسعار الذهب مقيمة على الأغلب عالميا بالدولار الأمريكي، ومع ارتفاع الدولار الأمريكي يتم الضغط على سعر الذهب السوقي لينخفض. بالتالي أعتقد بأن الظروف الأساسية الحالية تدعم استمرارية الاتجاه الهابط لأسعار الذهب، لكن فنيا هنالك مستوى 1720 دولار للأونصة، هذا المستوى سيكون على الأرجح محوري بالنسبة للذهب، ومن الجيد أن نتابع أسعار الذهب في حال وصوله. لكن أساسيا يبدو حتى هذه اللحظة بأن الاتجاهات الهابطة قائمة حتى حصول مستجدات أساسية أخرى. سركيس نزار، وأنت محلل الأسواق العالمية في إيكويتي جروب، أنا أشكر وجودك معنا في هذه الجولة.